بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات مشاهدين الكرام في مصر الحبيبة وفي كافة أرجاء المعمورة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الألم. بتشرف بالحديث معكم النهاردة. أنا دكتور أسامة يحيى، مدرس واستشاري علاج الألم بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومعي زميلي الدكتور أحمد حجاب، مدرس واستشاري علاج الألم بكلية الطب جامعة الزقازيق. أهلا بك يا دكتور أحمد. إن شاء الله الحديث النهاردة هيكون عن آلام المفاصل، بس خلونا نفكر حضراتكم الأول قبل ما نتكلم في موضوع الحلقة بعنوان عيادة الألم بمدينة الزقازيق بجوار مستشفى الحرمين في ميدان القومية، وتليفونات العيادة بتبقى موجودة أسفل الشاشة. لو حضراتكم تحبوا أي استفسارات أو استشارات طبية احنا تحت أمركم، وكمان عنوان صفحة العيادة على الفيسبوك هيبقى موجود برضو أسفل الشاشة لو تحبوا تدخلوا على الصفحة، وفيها موضوعات مهمة جدا بخصوص علاج الألم. احنا تحت أمركم في أي وقت، وتليفونات البرنامج هتتكتب دلوقتي على الشاشة. لو في أي استفسارات لحضراتكم فورا أثناء البرنامج احنا هنكون سعداء لاستقبالها والإجابة عن استفسارات حضراتكم واستشاراتكم. في الحقيقة هي آلام المفاصل ليها أسباب كتيرة جدا، بس ممكن نلخصها في عاملين مهمين جدا. العامل الاول هو التهابات المفاصل، العامل الثاني هو خشونة المفاصل. التهابات المفاصل بتحصل غالبا نتيجة اختلال في الجهاز المناعي في الجسم، لكن الخشونة بتحصل نتيجة الوزن الثقيل والتحميل الكثير على المفصل في اغلب الاحيان. عشان حضراتكم تبقوا معانا في الصورة من الاول، هي الحاجات المشهورة في آلام المفاصل اللي كلنا عارفينها، اول حاجه خشونه المفاصل، بيليها الروماتويد والتهابات المفاصل اللي بتحصل مع الذئبه الحمراء او مع النقرس او مع بعض الامراض الاخرى. مش عاوزين نشغل بال حضراتكم بيها، ولكن احنا هنتكلم عن الاجزاء المشهوره في الام المفاصل. السؤال المشهور اللي هو انا كمريض امتى اروح للطبيب لو عندي الم في المفصل؟ هو اولا الالم لما يحصل لاول مره في المفصل ما بيبقاش حاجه خطيره، وخاصة لو مفيش علامة من علامات الخطورة موجودة مع الألم. زي ايه علامات الخطورة؟ زي انا ما حصلش ليا حادثة في وقت قريب، او ما اتخبطش المفصل ما اتخبطش، او ما كانش فيه حرارة عالية مع الالتهاب اللي في المفصل دوت، او مفيش تورمات كبيرة، مفيش صديد، مفيش ارتفاع في درجة الحرارة، مفيش لا قدر الله اي اورام سرطانية قبل كده. فبتبقى غالبا المشكلة بسيطة وبتتحل لو الانسان ارتاح او بالكتير قوي خد مسكن بسيط، ولكن اذا استمر الالم لازم نتوجه للطبيب. السؤال الثاني هو انه طبيب هروح له لو عندي الم في المفصل؟ بصراحه هو الاحدث حاجه في العالم كله العيادات المشتركه او العيادات اللي هي متعدده التخصصات، ودي في العالم دلوقتي بتسمى العياده المتعدده التخصصات، بيكون فيها طبيب الالم وطبيب العظام وطبيب الاعصاب وطبيب الروماتيزم والامراض النفسيه. كل الأطباء دول بيشوفوا المريض وبيقعدوا مع بعض ومع المريض وبيحطوا خطة واضحة جدا بمعرفة المريض ويبدأوا يمشوا عليها، وبالتالي المريض بياخد أحسن فرصة في العلاج. ولكن الأمر الواقع إن هو المريض عندنا بيروح لطبيب واحد. عادة المريض بتاع ألم المفصل بيجي ليا كطبيب علاج ألم بعد حوالي 3 شهور، يعني لما العملية تبقى مزمنة، مش أكتر من كده عشان نقدر نعمل حاجة تفيد المريض. قبل كده ممكن بقى لو هي آلام التهابات في المفاصل بيروح عادة لدكتور الروماتيزم، أو لو هي آلام خشونة مفاصل بيروح لدكتور العظام، اللي هم بدورهم المفترض إنه بيحول هولي بعد 3 شهور لو الألم ما ارتاحش، وكمان يكون كتب العلاج لأسباب الألم اللي عند المريض. إنما بيجي لي لما بيكون محتاج حاجة اسمها الحقن، يعني بصفة عامة إحنا هيجي لي أنا كطبيب علاج ألم لما يحتاج الحقن. الحقن عاوز انبه حضراتكم من الاول، لازم في نقطه مهمه جدا نحطها في دماغنا ونكون واعيين ليها جدا. مفيش اي حد يعمل لك حقن الا باستعمال جهاز الاشعه، سواء كان الاشعه التلفزيونيه او الاشعه التشخيصيه العاديه. الحاجتين دول مهمين جدا عشان الحقن، لان الابحاث الحديثه كلها اثبتت
ان معظم، يعني مش معظم، هنقول بامانه هم حوالي 40% من الحقن اللي بيتعمل في المفاصل بدون استخدام اي جهاز اشعه بيكون في المكان الغير صحيح، يعني مش في المكان اللي هو مسبب الالم نفسه. ودي بقت تعمل مشكله كبيره، المريض يدخل يعمل حقن ويخرج اكنه ما عملش اي حاجه خالص، فبالتالي يبقى لازم جهاز الاشعه. والحمد لله انا والدكتور احمد اتيحت لنا فرصه جميله جدا ان احنا خدنا دوره مكثفه في لندن، اتدربنا فيها على استعمال الاشعه التلفزيونيه في التشخيص وفي حقن الام المفاصل، وهنكلم حضراتكم عن التجربه دي بعد كده ان شاء الله. ولكن احنا دلوقتي عاوزين نعرف التفاصيل بتاعه اسباب الام المفاصل. ان شاء الله الدكتور احمد هيتفضل ويوضح لنا تفصيل اسباب الام المفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا اتنين نموذج مجسم لاكتر مفصلين بنشوف الالام فيهم زي الركبه والمفصل الكتف. دول اكتر مفصلين بيبقوا فيهم الام، او معظم المرضى بيشتغلوا فيهم اكتر من بقيه المفاصل. عشان نفهم الاسباب هناخد الاسباب من جوه لبره. من جوه المفصل، مفصل عاده بيتكون من عظمتين، التقاء عظمتين وعليهم غضاريف وسائل سينوفي وغشاء رقيق اسمه الغشاء السينوفي. الالتهاب اي مشكله في التقاء العظمتين دول او الغضروف اللي مبطل ليهم، زي ما الدكتور اسامه تفضل وقال خشونه الركبتين، ان الغضروف ده يبدا حجمه يقل او يحصل فيه قرح او يبدا يتاكل تماما او يتلاشى، فيعمل ما يسمى خشونه الركبتين او خشونه الركبه او خشونه المفاصل. بعد كده التهاب في الغشاء السينوفي المحيط، ده بيعمل برضه نفس القصه. لو التهاب بكتيري جوه السائل السينوفي ده ممكن يعمل الام في المفاصل. لو في اربطه زي اربطه جوه الركبه، زي الرباط الصليبي المشهور قوي في لعيبه الكره، الرباط الصليبي الامامي والرباط الصليبي الخلفي وغضروف الركبه اللي هو باين باللون الازرق ده او الازرق، بحيث ان احنا لو في اي قطع لا قدر الله او قطع في الرباط الصليبي الامامي او الخلفي ممكن يسبب الام، وممكن يسبب اكتر من الام عدم استقرار للركبه، وده خارج نطاق علاج الالام، يعني ده مش تخصصه، ده دكتور العظام هو اللي بيتعامل معاه. نبدا نشوف الاسباب اللي بره. ممكن يبقى سبب نتيجه التهاب او قطع في الرباط الجانبي للركبه يمين وشمال. ممكن يبقى السبب ان التهابات في اي عضلات للركبه خارجيه، زي اكبر عضله اللي هي العضله الرباعيه الاماميه دي، الوتر بتاعها ده لو حصل له اي التهاب او قطع يسبب الام في الركبه. في اكياس صغيره كده مائيه بتبقى بين العضلات عشان تسهل حركه العضلات دي، لو حصل فيها التهاب برضه بيسبب الام، في منها فوق الصابونه بتاعت الركبه اماميه للصابونه، تحت الصابونه، او في نوع منها اسمها بس انسرينياس بيرسا اللي هي في منطقه العظمه التبيه من ناحيه الداخل بيحصل فيها التهابات برضه. ممكن حاجات سطحيه زي كيس تجمع دموي في خلف الركبه اسمه بيكر سيست، ده برضه بيسبب الالام. من الحاجات اللي بيحصل فيها الام وكتير من الدكاتره ما بتاخدش بالها منها، التهاب الاعصاب المحيطه بالركبه. نبص على كل الركبه ونعمل كل الفحوصات وكل حاجه، مش شايفين حاجه، والعيان يعاني من التهاب بسيط في العصب اللي معدي على الركبه، فبيسمع لي كانه الالم جاي من الركبه. وفي حالات شفناها بالمنظر ده وحققنا على العصب ده، والعيان كان هيدخل يعمل عمليه في الركبه او هيدخل يعمل حقن جوه الركبه، ولما عملنا حقن على العصب ده بره الركبه خالص، العيان استريح خالص واستفاد خالص. من الاسباب برضه حاجه سطحيه في الجلد، اي بقى التهاب، اي لا قدر الله خراج بسيط، حاجه سطحيه، التهاب خلوي في الجلد اللي حوالين الركبه يسبب لي الام في منطقه الركبه وهي حاجه بره الركبه. اخر من الحاجات برضه الاسباب الالام، اسباب الام تسميع، يعني العيان عنده مشكله في مفصل الفخذ ويبدا يبني ان هو عنده الام في الركبه، على الرغم من ان العيان عنده مشكله في المفصل الفخذ بس هو ما بيسمعش في المفصل ده مشكلته. العيان يجي برايمري كده يقول انا عندي الام في الركبه، اجي ابص على الركبه ما فيهاش اي حاجه خالص، نيجي نبص على الفخذ نلاقي الفخذ فيه خشونه او الفخذ فيه مشكله،
تمام. فاحنا مهم جدا ان احنا لما نيجي نبص على مفصل نشوف المفاصل اللي حواليه، مفصل العجز الحلقوفي ممكن يسمع هنا، الغضاريف في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الام اسفل الظهر ممكن تسمع في الركبه، العيان ما يشتكيش حاجه من ظهره وكله مشكلته في الركبه، واشتراك الالام في الحتت دي سببها ان الاشياء المفاصل دي مشتركه في الجذور العصبيه اللي بتغذيها. يعني المفصل ده بياخد من 2 و3 و4 قطني، المفصل الفخذ برضه بياخد من 2 و3 و4 قطني، فبيسمعوا في بعض. اخر سبب زي ما الدكتور اسامه تفضل وقال اسباب عامه في الجسم زي زياده الالتهابات، زياده في التهاب بكتيري في الجسم، زياده الالتهابات زي الامثال المشهوره زي الروماتويد، زي الذئبه الحمراء، زي ارتفاع نسبه اللي هو الجاوت او مرض النقرس، ارتفاع نسبه اليوريك اسيد في الدم، او التهابات عامه. في واحد لما يكون ببساطه خالص عنده برد شديد او عنده التهابات شديده في الجسم يقول انا مفاصلي متكسره، جسمي متكسر، هو بيبقى المشكله مش في الركبه، ده سبب عام وبيسمع لي في الركبه، الركبه ما فيهاش اي مشكله، ده سببها حاجه عامه. المفصل الكتف بنزيد عليه حاجه بسيطه، في نوع من انواع الالتهابات الموجوده اسمها ادهيزف كابسولايتس، التهاب في المفصل من جوه، ده بيجي مع مريض السكر بيعمل نوع من انواع التيبس، وده حاجه مشهوره، تلاقي مريض السكر في الاول يبدا مش قادر يحرك مفصل الفخذ في كل الاتجاهات، وشويه كده الالم ده بيخلي المفصل يثبت في مكانه ويحصل نوع من انواع التيبس، ده بيبقى خاص بمفصل الكتف وبنشوفه كتير، وده من الحاجات المتكرره. طب دلوقتي احنا لو حبينا نعرف ازاي نشخص الام المفاصل، زي ما الدكتور احمد قال احنا في عندنا اسباب كتيره لالام المفاصل، منها ما هو التهاب، ومنها ما هو خشونه، ومنها ما هو اضطراب في العمليات الحيويه داخل الجسم، ومنها ما هو اضطراب في جهاز المناعه. ازاي نشخص الحاجات دي ونفرقها من بعض كويس؟ هو الحقيقه من اهم ادوار طبيب ان هو يحدد السبب الرئيسي اللي عامل الالم في المفصل، وزي ما الدكتور احمد قال فعلا في اسباب كتيره قوي في المفصل وحوالين المفصل ممكن تسبب الالم اللي عامل المشكله للمريض. اثناء التشخيص احنا بناخد تاريخ مرضي من المريض، بحيث ان في التاريخ المرضي في بعض العلامات بتبين لنا ايه هو سبب الم المفصل. يعني على سبيل المثال لو الم المفصل نتيجه التهابات زي حالات الروماتويد مثلا، بيبقى الألم موجود باستمرار سواء بالليل أو بالنهار، سواء في فترات الحركة والنشاط أو في فترات النوم بالليل، ولكن الألم الصبح أول ما المريض يقوم من النوم بيبقى شديد جدا نتيجة تكون الإديمة أو المية حوالين المفصل وتكون المواد الملتهبة في المفصل، فده بيؤدي إلى تيبس في المفصل أثناء أول ما المريض يقوم من النوم الصبح. المريض يجي يقول أنا بحس إن مفاصلي مخشبة أول ما أقوم من النوم. طيب المفاصل المخشبة دي بتاخد فترة على ما تفك، الفترة دي علامة مهمة جدا بتبين لنا هل الألم ده نتيجة خشونة في المفصل ولا نتيجة التهاب في المفصل. الفترة دي لو هي من نص ساعة إلى ساعة دي غالبا بتبقى نتيجة التهاب في المفصل، ولكن في حالات الخشونة فترة التخشيبة بتاعت الصبح دي ما بتتعداش ربع ساعة، هي أي نعم في الحالات المتقدمة جدا ممكن تزيد عن كده، ولكن هي في الأساس أو بصفة عامة ما بتعديش ربع ساعة. ألم المفصل الناتج عن الخشونة كمان بيبقى زايد في أثناء فترة الحركة والنشاط، يعني أول ما أقف أو أول ما أتحرك وأحمل على المفصل بتبدأ تزيد الألام اللي موجودة عندي. كمان لو قلنا مثلا ألم زي السيستميك لوبس أو الذئبة الحمراء، ده بيبقى معاه أعراض تانية كتيرة قوي، والتهابات المفصل بتبقى جزء من المشاكل اللي بتحصل مع الذئبة الحمراء. لو قلنا ألم النقرس أو الجوت، طيب معلش احنا معانا اتصال ان شاء الله، اتفضلي يا مدام ناهد، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على هذا البرنامج الجميل وربنا يوفقك يا رب. الله يبارك في حضرتك. عندي سؤال لفضيله الدكتور. اتفضلي. انا بيجي لي الام في المفاصل، الام شديده قوي، حللت الروماتويد وطلع سلبي، حللت جميع التحاليل المناعيه طلعت سلبيه. تمام. الالام الشديده ديت وبعد الاكل مباشره الام في العضلات والمفاصل، يعني ذهبت الاطباء كتير بيدوني مسكنات بلاكونين ومسكنات. تمام. وانا مش هل ماليش علاج خالص للالام دي؟ لا في ان شاء الله. الالام شديده جدا، انا مش عارفه ايه سببها، هم مش عارفين، هم بيقولوا الالتهاب في المفاصل، الام روماتيزميه، بس الالام بتشتد قوي بعد الاكل مباشره في عضلات الكتفين وعضلات الذراعين وكل المفاصل بتشتد جدا جدا، يعني في الرزغين وفي الكوعين وفي الكاح. طيب حضرتك عملت اي اشعات يا مدام نهد؟
عملت اشعاعات كتير قوي طلعت ما فيهاش حاجه، قالوا نسبه بسيطه قوي في الرزغين بس يمكن يكون اثار روماتويد، لكن هي ما مش يعني حتى ما ادانيش علاج قوي ولا اي حاجه، قال لي خدي قرص بلاكونيل كل يوم. فرأي حضرتك ايه؟ الالام في المفاصل كلها ولا مركزه في بعض المفاصل؟ لا الالام في المفاصل، بتجي لي الام في المفاصل شديده جدا بعد الاكل مباشره، في الكتفين وفي الذراعين والعضلات، يعني انا ما اقدرش احط صباعي على العضلات كده، ما اعرفش ليه. وباخد المسكنات بتهدى شويه، ولكن الالام بتبقى جديده، ولما بقوم الصبح ببقى كويسه يعني مش متيبسه قوي. تمام. يعني الام بسيطه او اول من النوم مثلا. لا لكن ألف مش عارفه ايه السبب، هل الالام المتزمنه ما لهاش علاج نهائي؟ تمام. لا لا ليها ان شاء الله، هنرد على حضرتك حالا. هو بصراحة الألم اللي حضرتك وصفتيها دي، كون إن في الأشعاعات سليمة والتحاليل كلها سليمة، ده بيشير إلى إن هي قد تكون أعراض متلازمة بنسميها التهابات العضلات أو فايبروميالجيا، التهابات في العضلات وفي الأنسجة وفي الأربطة وفي الأنسجة الضامة. دي سندروم يعني أو متلازمة بتبقى قليلة شوية، يعني بتحتاج المشكلة إن هي ما بتحتاجش لا حقن ولا علاج جراحي ولا أي حاجة، هي بتحتاج ان انت بالاساس اهم من كل اللي حضرتك قلت عليهم العلاجات وكده، تغيري نظام حياتك. يعني على سبيل المثال الرياضه مهمه جدا، لازم تقومي من النوم الصبح، وحضرتك بتقولي ما بقاش فيه ما بقاش فيه تعب ولا فيه الم ولا حاجه، تقومي من النوم الصبح لازم تعملي رياضه، لازم على الاقل تجيبي مشايه او تنزلي في مكان الملاعب بقت ماليه الجمهوريه كلها دلوقتي، او صاله جيم، لازم ساعه ماشي كل يوم من 4 ل 6، من بسرعه 4 ل 6 كيلو متر في الساعه، ده هيفرق كتير جدا مع حضرتك، طالما احنا عملنا كل التحاليل دي وحضرتك رحت للاستشاريين كويسين وما قالوا ان مفيش اي سبب واضح، مش هنفضل ناخد علاج على طول، غيري نظام الحياه. يعني لو مثلا في شغل بتروحي بانتظام بروتين او كده، لا لازم الامور دي تتغير شويه، لو في اي اضطرابات او مشاكل نفسيه لازم تتحل، لازم يكون في قسط كافي من النوم والراحه. الحاجات الشد العصبي اللي عندنا كلنا بالنسبه للاولاد وبالنسبه للشغل ده لازم يتعالج. يبقى هي المشكله دي كلها متلازمه فعلا معروفه، بس بتبقى قليله جدا، بتبقى بتصيب العضلات والانسجه الضامه. يبقى الاساس الحل الرياضه، وتغير نظام حياتك، واحنا تحت امرك لو دخلت على صفحه العياده على برنامج على الفيسبوك ان شاء الله يكون في تواصل ونتابع مع حضرتك على طول ان شاء الله. بنكمل دلوقتي بالنسبه للتشخيص بتاع الم المفصل. احنا قلنا يبقى اولا التاريخ المرضي، ثانيا الفحص الاكلينيكي بيبين طبعا بعض الفروقات بين الالام اللي ناتجه عن التهاب او الام الخشونه. بعد كده التحاليل، التحاليل مهمه جدا، يعني بتبين لنا حاجات كتيره قوي في اسباب الام المفاصل. لو عملنا تحليل دم سريع بيبين لنا لو هو مثلا ده روماتويد، في حاجه اسمها روماتويد فاكتور، او في ماده اسمها سي سي بي، بعض المواد الكيميائيه اللي موجوده في الدم بتبين لنا ان غالبا الالم ده ناتج من ايه. تحليل مثلا حمض البوليك بيبين اللي هو الجوت او النقرس، تحليل ماده اسمها اي ان اي بتظهر بتقول غالبا ده هو ناتج من ذئبه حمراء، تحليل برضو سرعه الترسيب بتبين لنا اذا كان في التهابات شديده في الفتره اللي احنا فيها دي ولا ما فيش التهابات. بعد كده بنعمل اشعاعات. الاشعاعات في من اهم الحاجات الاشعه التلفزيونيه، زي ما قلت لحضراتكم انا والدكتور احمد الحمد لله اتيحت لنا فرصه ان احنا نعمل دوره مكثفه جدا في لندن على تشخيص الام الجهاز الحركي كلها وحقنها بالاشعه التلفزيونيه. ودي مش يعني دي حاجه دلوقتي تعتبر تشخيص بالاشعه التلفزيونيه اصبح في كل حاجه، دخل في كل حاجه دلوقتي، وهي امنه جدا الاشعه التلفزيونيه، ما بتضرش اي حاجه، وبتشخص لك حاجات كتيره ما بتبقاش داخل المفصل بس عامله الم جنب المفصل، زي بعض الانسجه او بعض الاكياس المائيه اللي قال عنها الدكتور احمد بتبقى فيها التهابات، تحس ان الالم في المفصل بس هو يبقى مش داخل المفصل. بتشخص لنا حاجه زي التنس إلبو او الجولفر إلبو، يعني اللعيب بتاع الاصابات بتحصل في الكوع هنا من الناحيه من الخارجيه او من الناحيه الداخليه للعيبه التنس او لعيبه الجولف، دي بيشخصها وبنقدر نحقنها تحت جهاز الاشعه. من ضمن برضو الاشعات اللي بنعملها الاشعه المقطعيه والرنين المغناطيسي، بيبينوا لنا المفاصل خاصه المفاصل المركزيه اللي هي حوالين العمود الفقري، وبنقدر نحقنهم باستخدام الاشعه. كذلك برضو بنقدر نستعمل المسح الذري، بيبين بعض الحاجات اللي ما ظهرتش في الاشعات اللي قلنا عليها قبل كده كلها. المسح الذري بيبين لنا لو في كسر بسيط جدا جنب المفصل ناتج عن المشي او ناتج عن ان المريض وزنه تقيل او عمل اجهد نفسه شويه، بيعمل احيانا شروخ بسيطه في العظام بيبان في المسح الذري. والمسح الذري كمان بيبين لنا لو في التهابات في العظام اللي هي تسوس العظام، او لو في مثلا انتشار لثانويات من الاورام السرطانيه على المفصل.
الدكتور احمد هيقول لنا ان شاء الله طرق العلاج، وقول لنا يا دكتور احمد بعد اذنك العلاج العام والحاجات الحديثه جدا اللي احنا بنعملها في عياده الالم، بالذات الحقن وانواع الحقن المختلفه كلها. احنا سريعا كده قبل ما ندخل العلاج سريعا، لازم زي ما الدكتور اسامه تفضل وقال على موضوع الرايات الحمراء او الريد فلاجز، احنا مهم جدا ان انا اول ما العين يجي لي انا قاعد في بولي كلينك زي ما الدكتور اسامه بيقول، عيادات مجمعه، جالي عيان في ثلاث اربع حاجات، اول ما لقيت ما الاقيها في المفصل، لا ده مش عيان علاج الالم، ده عيان يا روماتيزم يا دكتور العظام. من الحاجات دي التهابات شديده زي الروماتويد والحاجات دي بحولها لدكتور الروماتيزم، الكسور اي كسر او قطع في الرباط الصليبي او كسر صغير ده بنحولها لدكتور العظام، ورم سرطاني خفيف لسه في الاول في الطور الاول ومحتاج لعلاج روح يتشال بالاشعاعات ظهر فبنحوله لدكتور العظام. الحاجات دي مهمه بحيث ان انا ما اضيعش وقته معايا. انا بالنسبه لي عشان العلاج بيعدي على ثلاث مراحل زي ما اتفقنا قبل كده في البرامج في الحلقات اللي قبل كده، اول حاجه علاج تحفظي بالادويه، يلي علاج تداخل محدود ده دور دكتور علاج الالم، يلي التدخل الجراحي اللي اتفقنا احنا اتكلمنا عليه في الاول انا اتكلمت عليه دلوقتي ان في حالات من الاول هحولها لدكتور الجراحه، ده مش عياني قطع في الرباط الصليبي، قطع في الغضروف، مشكله كسر صغير في العظم، ده كله شغل الدكتور جراحه العظام. بالنسبه لي انا العلاج التحفظي اي حاجه في الاول زي الخشونه في درجتها الاولانيه، موضوع الالتهاب التيبسي اللي بيحصل للمريض السكر، التهابات زي الجولفرز البو او التنس البو زي ما الدكتور اسامه تفضل، الحاجات دي كلها بنبدا في الاول علاج تحفظي بمسكنات عاديه، نخليه يغير نمط الحياه، ممكن نخليه يعمل علاج طبيعي بعد فتره، نخليه يريح، الحاجات دي كلها بحافظ ده التهاب حاد وبحافظ على المفصل او على الوتر بحيث ان هو الالتهاب ده يروح. لو عدى 3 اشهر والعيان ما استريحش على العلاج التحفظي ده وبعد العلاج الطبيعي وبعد الراحه وبعد العلاج ومرخيات العضلات وحاجات مضاده للالتهابات نبدا لشغلنا، وده اللي هنتكلم بيه سريعا دلوقتي. اول حاجه الخشونه، ودي من اكتر الحاجات اللي بنتعامل معاها في علاج الالم. ايه دور دكتور الالم؟ يعني ايه اللي يقدر يقدمه دكتور الالم للحالات بتاعه الخشونه؟ هي الخشونه لها درجات حتى بتبان في الاشعاعات، من خشونه بدائيه متوسطه متقدمه، الاول زي ما قلنا علاج تحفظي، بعد كده يليه علاج تداخلي. العلاج التداخلي في الاول لما تبقى الخشونه مش متقدمه نحاول نرجع الغضاريف تنمو تبقى اقرب من الاول، ازاي؟ عن طريق 3 حاجات. اول حاجه نحقن الهاليورونيك اسيد او ماده جيلاتينيه معروفه في السوق، حقن معينه بتتحقن جوه الركبه او جوه اي مفصل فيه خشونه بحيث ان هو يعمل زي لوبريكانت او جل كده بيسهل الحركه لان في عظمتين بيحكوا في بعض. تاني حاجة نحقن الحاجة اللي على مستوى العالم دلوقتي بقت مشهورة جدا في اوروبا وامريكا، موضوع البلازما الغنية بالصفائح الدموية، ان احنا نحقنها جوه المفصل سواء بالاشعة العادية او الاشعة التلفزيونية. الدورة اللي احنا خدناها في لندن بتجيب نتائج كويسة حسب درجة الخشونة، لو درجة خشونة بسيطة ممكن يحتاج حقنة واحدة، درجة خشونة متوسطة يحتاج حقنتين او 3 شهر بين كل حقنة وحقنة. اخر حاجة حقن اوزون جوه المفصل بكونسنتريشن 20 مايك بالملي، يعني درجة تركيزه 20 مايك، ليها درجة تركيز معينة بحيث ان انا احسن تكوين المفاصل، وده بيحتاج وقت طويل، يعني ممكن احقن العيان كل اسبوع حقنة، ممكن ندناه نحقن اكتر من شهر او شهرين عشان المفصل يرجع لوضعه الطبيعي. بعد كده اخر حاجة من خشونة المفاصل لو خشونة المفصل متقدمة، ودي اللي الجراح بيقول عليها عاوزين نغير المفصل، في حالات بتبقى عندها قابليه ان هي تغير المفصل، في حالات بتبقى الموضوع عندها صعب ان هي الا رافضه العمليه يا الا في مشاكل في القلب او عنده مشاكل صحيه تمنعه من العمليه او او او، فنلجا للحل بتاعنا اللي هو العلاج بالتردد الحراري. كل مفصل ممكن ننزل فريق الاعداد بس بالصور بتاعتنا عشان تبين في رقم للصوره. اول صوره اعملها بالترتيب، نزلوا اول صوره يا شباب.
كل مفصل بيبقى حواليه اعصاب بتغذي المفصل. ايوه زي هنا كده، الاعصاب دي لما بتغذي المفصل، انا بالنسبه للعصب ده حسي مش حركي. لو انا قدرت ادخل جواه بابره او حواليه بابره واعمل بالتردد الحراري ان انا اعمل اذابه او تحلل لهذا العصب، خلاص الجزء ده من المفصل ما عادش حاسس، ما العصب بتاعه عامل زي عصب السنان كده، لما خلاص ما الالم بتاع السنان مش قادر اعمل له حل، خلاص بقى ايه، بيقول لك بموت العصب. اهو نفس القصه، بس انا ما بكويش كل اعصاب الركبه. احنا عندنا 6 اعصاب بتغذي الركبه، في عصب من ورا احنا مش شايفينه، هما دلوقتي 5 قدامي، في عصب كمان ورا، هما 6. انا بكوي 3 بس، وبكوي واحد هنا وواحد هنا اهو وواحد تحت، 3 من 6، فده بيديني 50% راحه، واخد بال حضرتك. المفاصل التانية برضه لو نزل فريق الاعداد بالصوره هلاقي كل مفصل ليه اعصاب معينه احنا عارفين مكانها التشريحي، بحيث ان احنا بندخل ده عصب الكتف اهو، دي الاعصاب اللي بتغذي الكتف، انا عارف علميا مكانها التشريحي وبدخل عليه سواء بالاشعه التداخليه او بالاشعه التلفزيونيه، واروح جاي عامل تردد حراري عليها، خلاص الالم بيت. والمفصل اللي بعد كده مفصل الحوض برضه الفخذ نفس القصه. ايوه بعد كده الصور اللي هتيجي بعد كده دي صور ازاي ادخل سواء الاشعه التلفزيونيه او الاشعه العاديه. الاشعه العاديه بتدخلني لحد المفصل، والاشعه التلفزيونيه بتدخلني، بس احنا دلوقتي الجديد على مستوى العالم كله انه بدا بيحاول يبدل الاشعه التداخليه بالاشعه التلفزيونيه لانها اقل خطوره بكتير. احنا ممكن نستاذنه. ايوه دي الاماكن اللي انا بتكلم عليها الثلاثه، ادي عصب وادي عصب وادي عصب، ده بكويهم بالتردد الحراري بيضيع اكتر من 50 60% من الالم جنب الحقن البحقين جوه الركبه زي الاوزون او الكورتيزون او الماده الزيتيه، فبيجيب نتائج كويسه اكتر من 80 85% من الحالات بتستريح على الوضع ده. ده بالنسبه للخشونه. من الحاجات برضه اللي بنعالجها موضوع الالتهاب التيبسي. التهاب التيبسي اللي هو بيحصل في الكتف، الغالبيه العظمى منه بيبقى مريض سكر، في نسبه منهم من غير سبب بيبقى عنده القصه دي، ده نفس القصه دي بالاشعه التلفزيونيه، بحقن على عصب الكتف اهو، ده العصب اللي بدخل عليه وبعمل عليه تردد حراري، هنا موجود اهو على هنا على المجسم اللي عندنا، نفس المكان هنا كده بندخل عليه بجهاز الاشعه. موضوع الالتهاب التيبسي، ايوه ده الحقن، بس ده عن طريق الاشعه التداخليه ماشي، ودي صبغه اللي هي راسمالي المفصل وبدخل عليها اعمل الحقن بتاعي. بالنسبه لمريض السكر الموضوع ده الحقن بالاشعه التلفزيونيه، وده طبعا بيبين لي تفاصيل اكتر، يعني لو الاشعه التداخليه بيبين لي العظم بس، لا ده هنا بيبين لي العظم وبيبين لي العضلات وبيبين لي الاكياس، يعني الاشعه التلفزيونيه بتديني تفاصيل اكتر بكتير من الاشعه التداخليه. طب يا دكتور احمد احنا متشكرين جدا، عشان نحب نلخص للساده المشاهدين، معلش عشان البرنامج هيخلص، لو نقول بعض النصائح للساده المشاهدين اللي هي تخليهم يتجنبوا الام المفاصل، هي اهم حاجه ان انت ما تحملش على المفصل، يعني الوقايه خير من العلاج، فانت لو ما حملتش على المفصل هتتجنب غالبا موضوع خشونه المفاصل. انما موضوع الالتهابات ده لا يمكن تجنبه بصراحه، ولكن لما بيحصل التهابات المفصل زي الروماتويد يبقى احنا ممكن نحافظ من ازدياد المشكله او من تفاقم المشكله، وانها قد تسبب لنا عجز بعد كده. زي انا ما استعملش المفاصل في حاجات شديده، لو المشكله في مفاصل الاصابع ما استعملش اصابعي في عمل عنيف زي فتح الغطيان بتاعت المعلبات او بتاعت البرطمانات، وكذلك لو انا قاعد لو في مشكله في مفصل الركبه ما تنيش الركبه جامد، ولو الواحد اثناء الصلاه يبقى مسموح ان هو ما يتنيش ركبته، وخاصه في وضع السجود بتاع التشهد يبقى ما نتنيش الركبه خالص، وما نحملش عليها، نظبط وزننا بحيث الوزن يبقى متعادل مع الطول بحيث ما يعملش حمل جامد على المفاصل. بنتجنب طلوع السلم ونزول السلم بدرجه كبيره، مفيش مشكله خالص لو استخدمنا اي عكاز او اي حاجه نسند عليها واحنا ماشيين. كمان زي ما قلنا في اول الحلقه لازم نتجنب الحقن بدون استخدام جهاز للاشعه التلفزيونيه او استخدام جهاز اشعه. لازم مطلقا دي تبقى يعني الناس لازم تنتبه للحكايه دي كويس جدا، انهم ما يستخدموش الحاجات دي الحقن بدون اي جهاز اشعه. ودي كان نهايه حلقتنا النهارده ان شاء الله، فيعني الوقت فات بسرعه والله ما حسيناش بيه، وكان نفسنا نقول حاجات تانية كتير عن كده. بنشكر الدكتور احمد حجاب مدرس التخدير وعلاج الالم بجامعه الزقازيق، وانا كنت معاكم اسامه يحيى مدرس التخدير وعلاج الالم بجامعه الزقازيق، ونتمنى ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله، الخميس بعد القادم هيكون كلامنا عن الام العصب الخامس. نشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه، كل سنه طيبين.
حال.